نبتدي بقى قبل ما نتكلم في الحكم العطائية نتكلم في أساسيات العقيدة. أولا دايما الناس تسمع كلمة عقيدة ونسمع فقه نسمع عبادات، نعم. إيه الفروق ما بينهم؟ تمام، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الفرق بينهما بين العقيدة وبين العبادات والفقه. الفقه هو العلم بالأحكام، تمام. بأحكام العبادات. فالفقه مفصل للعبادة، يفصل للصلاة، كيفية الصلاة، أصلي إزاي، ما هي أركان الصلاة، كيفية أداء الركوع، السجود، الصيام، الحج، وهكذا. هذا هو الفقه وهو الفهم، أن أفهم كيف تؤدى العبادة. والعبادة هي الفريضة التي فرضها الله تعالى على العبد. فالصلاة في مجملها عبادة، والصوم في مجمله عبادة، والزكاة في مجملها عبادة، والحج في مجمله عبادة، وكل عبادة يتعبد بها الإنسان إلى الله فهي عبادة، وتلاوة القرآن عبادة، فالقرآن ما نزل إلا للتعبد، ويتعبد بجميع أحرف القرآن الكريم وبجميع آياته. أما العقيدة فهي الأصل في الأمر، واعتقادي في الله، واعتقادي في الأنبياء. اعتقادي في الله. نعم. اعتقادي في الله، واعتقادي في الأنبياء، واعتقادي في المرسلين، واعتقادي في الملائكة المقربين. يعني إيه اعتقادي في الله واعتقادي في الأنبياء؟ هقول. هي العقيدة هي التي تفصل ذات الله. يعني مين ربنا؟ من هو الله؟ من هو الله؟ عقيدتي في ذاته، في أسمائه، في صفاته. هل هو الرازق؟ هل هو الفاتح؟ هل هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الحق الحكم العدل؟ كل هذه من جملة العقائد في الله. إيه اللي يجب في حق الله؟ إيه اللي يجوز؟ إيه اللي يستحيل في حق الله عز وجل؟ هي دي اسمها عقيدة. يجب في حق الله كل كمال، كل كمال يليق بذاته المقدسة، تمام؟ ويستحيل في ذاته كل نقص، ويجوز في حقه سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء وأن يفعل ما يريد في الوقت الذي أراد. هذه عقيدة في الله، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي ينفع ويضر، هو الذي يأخذ ويعطي ويعطي، هو الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته وجلاله وجماله وبهائه وقدسيته. قل هو الله أحد الله الصمد. هذه عقيدتي في الله. فكرة بقى ان احنا تبرمجنا بالوقت ان احنا ارتباطنا بربنا بالعبادات وبس، العقيدة غايبة عننا، مش بندرك المعنى أو الحكمة من العبادات. نعم، العبادة هي الطريق الموصلة إلى الله. العبادة هي الطريق الموصلة إلى الله. يعني إيه؟ هضرب مثل ولله المثل الأعلى. أنا عاوز أوصل مثلا إلى مكة المكرمة بالطائرة، يبقى الطائرة عبارة عن وسيلة، فالعبادة هي وسيلة وصلتني إلى المولى سبحانه وتعالى. لكن بقى تعالى العقيدة، وأنت تعبد المولى سبحانه، كيف أعبد الله؟ هذه العقيدة. هل يراني الله؟ عقيدة أثناء العبادة، أثناء العبادة. لا أصلي روتينا فحسب، ما بصليش عشان أنا عاوز أصلي زي ما الناس بتعمل، لا، أنا اعتقادي أن الله يراني، وأن الله مطلع علي، وأن صلاتي لن تقبل إلا إذا اعتقدت في أنني أصلي لا أصلي إلا لله عز وجل. لذلك قال إيه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. إلى أن وصل إلى قوله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فيسهون أثناء صلاتهم في عقيدتهم في خالقهم سبحانه. يكبر خلف الإمام ولا يعلم لماذا يكبر، يركع خلف الإمام ولا يعلم ماذا قال في ركوعه، ولا يعلم ماذا قال في سجوده، حتى كان يفسره بعضهم بقول بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يدعو الإمام فيخطئ في الدعاء، فمن غفلة المأموم يؤمن على ما يقوله الإمام حتى ولو كان خطأ، حتى ولو كان خطأ. هنا غابت العقيدة، غابت العقيدة أثناء عبادتي لله عز وجل. سبحان الله. وبحس ان منهج غياب العقيده ممكن نكون بنطبقه في حياتنا واحنا مش عارفين. هدي مثال بسيط كده، فكره التعارف اللي في الاول بين اتنين اعجبوا ببعض، تمام، يفضل كل واحد يجيب للتاني هدايا، تمام، صح. او مثلا لو عايز يشتري التاني، تمام، هو مش عارفه،
ومحدش عارف التاني. تمام. بس اللي هو بنهدي زي بالظبط احنا بنعمل عبادات بنصلي عايزين حسنات. تمام. لكن مش عارفين ربنا. فاللي هو دي بقت طريقه ومنهج عندنا. نيجي بعد كده نتفاجئ ان محدش عارف التاني اصلا. صحيح. فاحنا عندنا غياب عن معرفه التعرف على التعرف الله. على الله. الحكم العطائيه بقى من جمالها هي طبعا ما بتتقري لوحدها كده بتبقى صعبه فمحتاجه أكيد. علماء أكيد. يفسروا لنا المعاني ونبسطها. الحكمه اللي هنتكلم عنها النهارده الكون كله ظلمه انما اناره ظهور الحق.